من منا لا يحب الطعام؟ ولكن نستغرب دوما من بعض الأشخاص الذين يملكون جسما رشيقا رغم عشوائية أكلهم، أو أنهم إذا قارنا وجباتهم بوجباتنا نجد أننا نزداد سمنة وهم لا يتغيرون. هؤلاء الأشخاص يشكلون 35% من البشر الذين يمتلكون جسما رائعا، فجسم هؤلاء يقوم بفرز الطعام إلى طاقة مكافئة لما ينتجونه من أعمال خلال يومهم، ويتميز جهازهم الهضمي بسرعة الهضم مما يجعل جسمهم رشيقا دون الحاجة إلى أي تنظيم.